قام سعادة السيد كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وسعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بزيارة تفقدية لمشروع شرق سترة الإسكاني. وجرى خلال الزيارة استعراض نسب الإنجاز في تنفيذ الوحدات السكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بالمشروع، بالإضافة إلى متابعة خطط ربط المشروع بشبكة الطرق الرئيسية وتنفيذ شبكات الصرف الصحي، علاوة على تفقد نسب إنجاز شبكات الكهرباء والماء. وقد صرح سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء بأن الهيئة انتهت بنسبة 80% من الأعمال المطلوبة في شبكتي الكهرباء والماء بغرض تزويد مشروع شرق سترة الإسكاني في مرحلته الأولى بما يلزم حسب الجدول الزمني المتفق عليه. بدوره أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال على استمرارية العمل لمواكبة التطور العمراني الذي تشهده المملكة، وذلك من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة للمدن الإسكانية الجديدة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. من جانبها صرحت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن نسب إنجاز تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شرق سترة الإسكاني الذي يضم 1077 وحدة سكنية قد بلغت مراحل متقدمة للغاية وبلغت 90%، مفيدة بأنه قد تم الانتهاء فعليا من أعمال تشييد الوحدات السكنية، فيما تمر الوحدات الحالية بمرحلة التشطيبات النهائية. اليوم طبعا صار اجتماع على مستوى وزراء، وزير الأشغال، وزير الإسكان، ووزير الكهرباء والماء للوقوف على آخر مستجدات داتشا اللي هو مشروع شرق سترة الإسكاني، وحسب توجيهات سمو رئيس الوزراء بتكامل الخدمات، فوزارة الأشغال طبعا مواصلة مساعيها لتنفيذ شبكة الطرق الموصلة إلى مشروع شرق سترة الإسكاني. طبعا الوزارة بدأت منذ العام الماضي في الأعمال التحضيرية، أعمال دفان القناة البحرية، وحاليا هم على وشك أن احنا نبدأ أعمال الطرق، مد الجسور البحرية اللي توصل للمشروع الإسكاني. عن الهدف من زيارتنا اليوم هي تفقد أعمال الإنشاء في الوحدات السكنية في المرحلة الأولى من مشروع شرق سترة الإسكاني. تم فيها شرح لمراحل المشروع ونسب الإنجاز، وتم التناقش بين السادة الوزراء لخطط تنفيذ خططهم لربط المدينة بشبكات البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.